انا ما سمعتش ليه، انا ما سمعتش ليه، انا لا ما شفتوش فيها حيني كي تعلم. انا ما الشعلة ما غتحيدش، ما غتحيدش عادي، انا لا ما شفته بنفسي كي تذبح، وهو بحال ذبح بنتي. انا شعلة ما دبرتش، انا شعلة ما دبرتش. وما هي دي دابا هي اللي صافره مشات الله دابا سلم الله يرحمها، سلم الله يرحمها، وبين الزوب اللي غيت وبين القال اللي غتركب برخوته من هما، وراه تراني عندي ولية ديال الله عنده عام، وغندير دار ربي. انا بوم عنده مرض نفساني، انا بوم عنده مرض نفساني، والو ما كيوخر ما كي ما يخدم، ماشي ديال الخدمه، راني هازه بالدواء. انت اللي هازه المسؤوليه؟ انا اللي هازه المسؤوليه، انا اللي هازه مسؤوليه ولادي. ما قدر دابا كي غندير، فين هو العقل اللي غيكبر ولاده؟ وفين هو العقل اللي غيكبر ولدي؟ غندير ولدي الله عنده عاب. وبنتي وبنتي راه ما غتنهز، وبنت وراني انا عالبت ناخذ لك حقي بيديا. وبنتي وسلمى ورا جواني فيك سلمى، وبنتي ورا لا ما تعلمش هاد السيده سلمى، انا غناخذ لك حقي يا بنتي، وحقك غناخذو سلمى. وسلمى بغيت ناخذ حقي بيديا، انا بغيت ناخذ حقي بيديا، انا بغيت ناخذ حقي بيديا، انا ما بغيت نذبح في حقي، انا بغيت حق بنتي بيديا، انا بغيت يذبح كيف ذبحت بنتي، انا بغيت يتعذب كيف عذبني انايا، وراني انايا يا سيدي راني انا ما نسمحش ليه، انا ما نسمحش في حق بنتي، انا ما نسمحش ليه في حق بنتي، ما نسمحش في حق بنتي، واخا ولو كون ما عرفتش نوقع. انا ما نسمحش في حق سلمى، انا ما عمرني نسمح في حق بنتي. و كتقولي فين كنتي غايبه؟ راني انا كنت غايبه خدام على بنتي، انا اللي ما خدمش على ولادي، انا ما كاينش اللي غيخدم عليهم، ما كاينش اللي يخدم لي على ولادي. انا باهم مريض، انا باهم مريض عنده مرض نفساني، انا باهم مريض، اش اللي غيخدم على ولادي؟ انا كنت خدام على ولادي. قالوا بان الله يسامحهم الله، بعض الناس الله يهديهم تيقولوا بما ان راه الناس تلقى ولادهم، تيقولي للناس ولا خويا انا كنت خدام على ولادي، انا كنخدم على انا بعث وليدات، انا كنت خدام اخويا على وليداتي، انا كنت خدام على ولادي. وما انت قلت لي راكي ما كنتيش وكنتي غايبه، انا كنت خدام على ولادي، انا عندي بعث وليدات، انا با عنده مرض نفساني، انا ابوهم مريض، وراني انا اليوم انا سيد، انا راه ما نسمحش ليه، انا راه ما نسمحش للسيد، انا بغيتو تاوي يذبح، انا بغيتو تاوي يتعدم، كيف تعدمت بنتي؟ راني بغيت حق بنتي، انا ما نسمحش في حق سلمى، انا ما والو، تروقع مع تشوقا، انا بغيت ناخذ حق بنتي بيدي. شي الراجل في الدار، شي انا اللي خدام على ولادي، انا الراجل في الدار، والو انا عندي الراجل عنده مرض نفساني، وانا ما طري عندي الراجل ما كي ما كي ما كي ما كي ما كي اخر ما كي شي انا على المرض، انا دابا وقعي مرض نفساني، انا دابا المرض على ولادي، انا كي غندير دابا تا غنخدم على ولادي؟ فين السوف فين العقل اللي غيخدم على ولادي؟ انا ضاعتي سلمى اللي ضاعتي، انا ضاعتي بنتي، وكي غندير دابا؟ وانا ما قدرتش انا هوجني على بنتي، وانا دابا ما بقاش هي ماتت الله يرحمها، وانا دابا علاش دابا كنخمم كاع وكنخمم ندوب تحت دوك تلات وليدات، انا شكون غيخدم ليا عليهم؟ شكون غيخدم ليا على تلات الوليدات؟ انا ما بقاش نقدر خويا، ما عنديش سوفت، انا ولي عندي بحال مرض نفساني، وانا دابا راني انا معاكم العمر ما انا ما تيقلش في نفسي، انا مابقاش عندي الثقه، ما بقاش انا غنخرج نخدم على ولادي، انا دابا كي غندير لولادي؟ تيقولوا لك السيد مريض؟ لا ما مريش خويا، ما مريش، ولي هو مريض وما غيعتبش حوايج طبيعيين، حوايج عاديين، الساعة 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 في يدو والخدم في يدو، واه لا أنا ما مريتش هذا، صح ما كيعتبوش معانا حنا المرضى، حنا كنلقاو شحال من واحد، حنا كنلقاو حمق، صح ما خدمت، هي ما عمر شي واحد هو معانا، لا ولا هذا ما حمقش، وهذا بعقله.
ومش حماق واش اللي هو حماق لابس حوايجه وولي هذا اللي حماق جل الدريه تغري دو وطلع لي ساز داك الموت على 3 ايام كي وهو كي مضي في الموت واش بان لك هو شي مضي في الموت 3 ايام وبالنسبه للسلمى الله يرحمها واش نتوما كان عندكم معها شي مشكل انا ما كنعرفوش خويا انا ما عمرني ما شفتو لك سيد انا من نهار جيت كازا راني انا تحت العام 17 عام وانا في كازا وانا ما عمرني ما شفت هذاك السيد انا اللي ودا لي بنتي وعلاش بدات بنتي وعلاش خفيف بنتي انا وين ما تنفش حقي خويا انا بغيتو يتعدم انا طالبه ليه الاعدام السيد انا ولا يخرج السيد انا ما غنقدرش نعيش انا دابني في الشعال في قلبي وما غيعتبر الشعال الا ما تعدم داك السيد يقولك بعض الناس بانه راه خرج راسي بقوه المرضو يعني كنحس الشعال شاحله فيه الشعال شاحله في قلبي وتراش ديك انت خذ واخا لقتل بنتي انا واخا لقتل بنتي انا غادي تقتل توليدات اخرين ثلاث وليدات اخرين غادي دابا تولي شي مخلوعه على الوليدات شي مالك وانا خويا انا مرت في عقلي انا دابا ما بقاش عندي السوف الاكثر من ولادي صافي ملي هي دعا ملي دعت ما صافي انا وليت كنت خايل فيها وديما معايا ديما قاعده معايا في المدرسه كندور سلمى انا مرت انا ما قدرت نكبر ثلاث الاولاد عندي ليهم ما انا ما قدرت نكبر ولادي وكي عندي ليهم وا زلمة ورا جواني الله يجويني فيها زلمة وانا عارفة ناخذ لك حقي يا بنتي وانا عارفة ناخذ لك حقي يا بنتي وا زلمة ودي هو جواني انا ما نسمعش لي انا ما نسمعش لي انا لا ما شفتوش في عيني كي تعلم انا ما الشعلة ما غتحيدش ما غتحيدش عادي انا لا ما شفتو بنفسي كي تذبح وبحال ذبح بنتي انا شعلة ما دبرتش انا شعلة ما دبرتش وما هي دي دابا هي صافرة مشات الله دابا سلمى الله يرحمها وبين الزوب اللي غي وبين القانا اللي غادر تكبر خوتها من هما وراه تراني عندي ولي ديال يلاه عنده عام وكي غندير ربي انا بوم عنده مرض نفساني والو ما كيوخر ما كي ما يخدم ماشي ديال الخدمه راني هازه غير بالدواء انت اللي هازه المسؤوليه انا اللي هازه المسؤوليه انا اللي هازه مسؤوليه ولادي ما قدر دابا كي ندير فين هو العقل اللي غيكبر ولادو وفين هو العقل اللي غيكبر ولدي كان ندير ولدي الله عنده عاب وا بنتي راه ما غتنهز وا بنت وراني انا عالفت ناخذ لك حقي بيديا وا بنتي وا سلمى ورا جواني فيك يا سلمى وا بنتي ولا لا ما تعلمش هاد السيدة سلمى انا غناخذ لك حقي يا بنتي وحقك غناخذو يا سلمى وا سلمى البنيه فان ما بغيناش يضيع حنا بقات فينا هاد البنيه انا الاخت ديال هاد السيده اللي ضاعت لها البنيه ديالها انا الخاله ديال سلمى حنا هاد البنيه شواتنا وحرقتنا بغينا الحق ديالها يبان حنا هاد السيد ما بغيناش يخرج براء او لي يخرج ولا حنا هاد السيد بغينا يتعدم كما تعدمت هاد البنيه راه مالك ضاع علينا هاد البنيه راه مالك ضاع علينا حنا بغينا يتعدم كيما تعدموا دوك الاخرين اللي قاتلوا تا هما حنا بغينا هاد السيد يتعدم بغينا هاد السيده تبان لها حقها راه ما عندهاش راه الحاله ضعيفه راه انا الاخت ديالها راه كاريه هاد المحل كاريه ب 20000 ريال راه كتخرج غير تبيع الخراقي وكتبيع دير الميناج في الديور الراجل مريض مرض نفساني ما عندوش الفكره ديال الاولاد ولا ديال شي حاجه هي اللي هازه المسؤوليه كامله هي اللي كتقري فيهم هي اللي كتكبر فيهم هي اللي كتكسي فيهم دابا هي قالت داكشي يقولوا راه طالقين ولادهم قولي لهم في ديك اللحظه اللي وقعت الواقعه بان اختك راه كانت خدامه تلقى ولادهم شكون هي غتجلس قبل وليداتها شكون اللي غادي يصرف عليها كتغيبه تخدم عليهم
مشات تخدم واليمكن تمشي تضرب الجفاف عند العيالات وتشد وتمشي تبيع وتشري في القيصريه، تبيع الخروقه، تبيع الكيوسه باش كتجيب الولاده باش كيعيشوا، باش مكبراهم باش كتقريهم. حنا هاد البنيه شواتنا وحرقتنا، حنا بغينا الحق، الحق هاد البنيه يبان. وهاد السيده مسكينه دابا بقاو عندها ثلاثه الوليدات، شكون اللي غادي يصرف لها عليهم؟ شكون اللي غيهز لها الوليدات؟ وليد مسكين يلاه عنده عام ونص باقي كيرضع تحت الرضاعه. دابا راه مسكينه فاتيه بحال مريضه، راه خصها شي طبيب. هي دابا تصدمت، هي تصدمت. دابا انا من نهار ما نهار ضاعت لها البنيه ما كنتفرقش عليها، نعسه حداها، جالسه حداها، ماشيه معاها، غاديه معاها، حاشاك ما كتمشي غير لشي بلاصه اخرى، كنمشي معاها فين ما مشيت غاديه معاها. هادشي اللي غنقول لكم، بغينا حق هاد البنيه يبان، هادشي اللي كنطلبوا حنا. خوتي المغاربه باش يعاونوا هاد الاب، خوتي المغاربه. هاد السيده مسكينه راه انتم كتشوفوا الحاله كي دايره، كتشوفوا الحاله ضعيفه، غير كتبيع وتشري، مره تضرب للجفاف، مره تبيع وتشري الكيوسه، مره تبيع في المنوال التلاوح. هزت مسكينه ثلاثه الوليدات والموضه، وها وقد خلص 20000 ريال ديال الكره، راه الحاله ضعيفه مسكينه، ما عندهاش باش تكلف، ما عندهاش عشان الا ما عندهاش، الا ما جابش الولاده ما ياكلوا كيبقاو بالجوع، ولاده مساكن كيبقاو يتسناو فيها بالجوع، حتى كتجي من الزنقه هي وتجيب لهم ما ياكلوا. هادشي اللي كاين.